نعم. وحسن ذلك أيضا أن المأمور به في سورة فصلت دفع إساءتهم إليه بإحسانه إليهم، وذلك أشق على النفوس من مجرد الإعراض عنهم، ولهذا عقبه بقوله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فحسن يعني هذه الخصلة وهي دفع السيئة بالحسنة صعبة، هذه ما تحصل إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. وما يلقاها إلا الذين صبروا، صبروا على أذى خصمهم ولم ينتقموا منه. نعم.